فوصلنا إلى بالحلقة الأولى خلصنا وقفنا عند الدراسة اللي أجرتها اللي هي العام الكهرباء المساعد الاستشاري في 2008، وهي كانت دراسة حقيقة جدا مهمة، كان سيرفي جمعة نتائج البحوث اللي كانت مشهورة حتى تلك اللحظة حتى يطرحون في تصور إيش التوجه ما يجب أن يكون في عمان للقادم من الأيام في مجال الطاقة المتجددة، ما هي على تعبيرنا البرايوريتي الأولويات مالتنا، منو نبدي نخلي هو التارجت واللي نركز عليه. فكان نتيجة الدراسة أهم نتيجة في الدراسة بتصوري هي أنه تحديد الأولويات، أولوياتنا في عمان بناء على ما موجود من معطيات هو الطاقة الشمسية ثم طاقة الرياح وتجي باقي الطاقات. طبعا في تفصيل كثير ممكن يناقش بس مو محل الحين، بس انا اهم شيء هذه النقطه اريد اوصلها انه الطاقه الشمسيه هي الاولويه. زين، طبعا لابد من الاشاره هنا، طبعا قبل ما استرسل بالهاي احب اشير القضيه انه هذه الحلقات الحقيقه حلقات توعويه للمجتمع، للمتخصصين، لاصحاب القرار، الغرض منها انه نجري نقاش علمي مبني على ما حدث من تجارب في العالم في هذا المجال من أجل إثراء الحركة مالتنا في الاتجاه الصحيح لتحقيق الرؤية 2040 في أفضل طريقة في مجال الطاقة المتجددة. وأنا كمتخصص أحاول أطرح آرائي، هذه الآراء هي مو متبنات من مؤسسة لا حكومية ولا خاصة، ولكن آراء الشخصية مبنية على دراسات اللي أجريتها، مبنية على دراسات العلماء والباحثين والمتخصصين في المجال حول العالم. طيب ايضا من الجيد الاشاره هنا الى انه في اتذكر في 2003 4 5 تقريبا كنت اكتب كثير في الاعلام عن هذه القضيه وعن ضروره انه يكون عندنا تشريعات لتنظيم حركه الطاقه الشمسيه في عمان، مشاريع الطاقه الشمسيه في عمان، ولانه بدون تشريعات ما يكون ما في سوق يفتح، ما في مجال الحركه، احنا نريد نخلق بيئه استثماريه، نريد نشجع المستثمر انه يجي، نشجع الكوميونتي انه يكون انجيج ويشارك في عمليه بناء هذا القطاع، هذا راح ينعكس على الاقتصاد، راح ينعكس على البروفايل مال الطاقه، الطاقه كيف يكون شكلها في عمان. زين، في من ايضا النقاط المفصليه في 2018 في شهر مارس 3 تم تبني تشريعات، وضعت تشريعات وهذا شيء جدا جميل وخطوة بالاتجاه الصحيح، وهذه التشريعات هي لغرض نصب خلايا شمسية فوق السطوح. زين، بعد مرور سنة 2019 أيضا صارت مبادرة لأن السوق ما تحرك بذاك بذيك القوة، يعني لا يزال ضعيف يعني وبطيء. بال 2019 صدرت سهم 2، سهم 2، وأيضا خطوة جيدة. وايضا اذا انا اقيم الان بعد نهايه 2020 يوم 8/12/2020 اشوف لا يزال السوق ما متحرك بالشكل اللي المفروض يكون، وهذا يدعوني الى انه الاشاره الى انه نحتاج تامل. احنا لا باس انه نكون ديناميكيين، لا باس انه نسوي مراجعه من حين لاخر، ولا باس انه نشرك الاخرين، يعني خلينا نتكاتف، يعني الاكاديميين من جهه وجامعات ما شاء الله عندنا مهمه ولها اثر، يعني في جامعه السلطان قابوس على سبيل المثال في الكثير من الباحثين والعلماء اللي شغالين في جال ممكن يكونوا مفيدين جدا اذا كانوا اشركوا كجزء من فريق كبير من جامعات ثانيه، جامعه الوطنيه، جامعه الصحار وغيرها من جامعات نزوه، في باحثين كثيرين يستطيعون انه يقدمون ويكون لهم بصمه وكونتريبيوشن في غرض لغرض تطوير هذا القطاع، ومراجعة السياسات وإعطاء رأي مفيد لصاحب القرار حتى يكون جاي من كل اتجاهات وجامع معظم الخبرات والتجارب. زين، فالحين إذا ننظر هذا من جانب، من جانب ثاني إذا أجي أنظر إلى مبادرات الطاقة الشمسية اللي صارت في عمان خلال السنوات الماضية، حقيقة أنه في خطوات جيدة، يعني نشوف مثلا محطة عبري للطاقة الخلايا الشمسية في عبري 500 ميجا، فشيء مهول يعني حقيقة وفد إنجاز كبير، والآن في في في, في طور النصب بالبناء. أيضا عندنا قبلها سبقتها طبعا محطة مشروع مرآة في جنوب عمان لغرض توليد البخار اللي يستخدم في حقنا في الأرض لاستخراج النفط، يسمونه Oil Enhancement Recovery، قد تكون المحطة الأولى من نوعها في العالم، 1024 ميجا، يعني ما يعادل 1 جيجا، ما يعادل محطة نووية تقريبا، وهذا شيء كبير جدا حقيقة، يعني المفروض يصير تركيز على هذه المشاريع، هذه إنجازات كبيرة لعمان واحد يفتخر بها، وأيضا يعرف المجتمع بها، المجتمع يحتاج أنه يعرف في مشاريع ضخمة تصير في هذا المجال. نقرأ في الإعلام أيضا
عن محطات قادمة إن شاء الله في منطقة منح وأدم في الطاقة الشمسية وبالميجا، يعني أرقام كبيرة. أيضا عندنا مشروع الرياح في المزيونة، محطة 50 ميجا، بالتعاون مع مصدر أبو ظبي. فلذلك نشوف في مشاريع إيراد تسليط الضوء. أنا أدعو الإعلام الحقيقة لتسليط الضوء على هذه الإنجازات، هذه فد شيء مفيد إنه نفخر به، وأيضا نوعي به المجتمع وطبعا يرسل فد رسالة إيجابية للناس اللي ورا هاي المشاريع، ويشجعهم ويشكر جهودهم، وبنفس الوقت يشجع الآخرين على أنه يبادرون ويشاركون، ويشجع المجتمع على أنه يكون داعم ومتواصل في هذا المجال. إشارة هنا أيضا في قضية المشاريع الكبيرة، مثل ما تعرفون حضراتكم أنه الرؤية 2040 فيها مراحل بالنسبة للطاقة المتجددة، يعني مرحلة مثل 2025 2030 وهكذا، فيريدون يصعدون بنسب مشاركة الطاقة المتجددة من الطاقة في عمان إلى 10% 20% 30%. يعني معناته أنه نتوجه إلى نصب محطات كبيرة، مثل ما ذكرت أنا اثنين في منح وادم قادم، ان شاء الله في صحار ايضا نقرا في الاعلام راح يصير محطه 1000 ميجا. هذا فشي جدا ممتاز، لكن عمليه نصب محطات فشي مو بالصعوبه اللي نتصورها. ما دام في مبالغ مرصوده راح تجي شركات، وشركات كثيره حول العالم راح تنصب. السؤال هنا يطرح نفسه انه هل هذه المحطات بعد ما ننصبها راح تؤدي الغرض؟ يعني الحين نتكلم احنا نصبها اليوم راح تبقى تشتغل 25 30 سنه، خلينا نقول هل راح تؤدي الغرض في الاربع سنوات الاولى، الخمس، العشر سنوات وهكذا؟ لانه عمليه نصب سهل، عمليه انه تنطي الغرض، لانه الدراسات النظريه شيء والواقع شيء اخر. احنا نتكلم على المناخ والطقس والبيئه ده يتغير يوميا، وعندنا تغير كبير، تغيرات كبيره ده تحدث في دول كثيره وفي مكانات كثيره. هل هذه التغيرات قرأنا إيش راح يصير وإيش راح تأثر؟ وأضرب مثال واحد طبعاً هنا، إنه أنا عدة دراسة جديدة نشرت في ألسفير الناشر، أتكلم بها على الأيجينج، على الشيخوخة، شيخوخة الخلايا الشمسية. بعد ما نصبت منظومة شمسية كبيرة بمنحة بحثية، مشكورين مجلس البحث العلمي اللي دعموا هذه المنحة الحقيقة قبل سنوات من 2011-2012، وخليتها تشتغل لمدة 7 سنوات، وجمعت الداتا كلها وحللتها حتى أوصل إلى تصور شو صار من تغيرات. هل هاي الخلايا شاخت؟ هل أصبح أداءها نفس ما بدت من قبل 7 سنوات؟ شنو التغير اللي صار بالسنة الأولى، بالثانية، بالثالثة، بالرابعة؟ عناصر كثيرة دخلتها حتى أوصل إلى نتيجة. هل إنه لو ما مثمرة، لأنه إحنا ما نتعامل مع المنظومة بالسنة الأولى مثل ما هي تكون عملها في السنة السابعة أو الثامنة وهكذا. هذه جدا قضية مهمة إنه نعرف نحاكي المستقبل، نشوف إيش راح يصير منا 2020 2030 2040، شو اللي راح يصير من تغيرات كبيرة تنعكس على المنظومات الضخمة، لأنه الاستثمارات بمليارات حقيقة. يعني يجب أن ننظر لهذا. قد أنطب مثال أيضا اللي حصل في مثلا في أبو ظبي، مصدر أبو ظبي، مدينة مصدر أبو ظبي اللي هي مدينة يعني السوستينابل سيتي، جرين سيتي الأولى في العالم، وبدت بال 2006. زين، واحدة من الأشياء أنه نصبوا منظومات بالطاقة الشمسية وصارت لهم مشكلة الغبار. لو تم دراسة الوضع مال الغبار لفترة طويلة قبل ما تبدأ المشروع كان هواي فرق، كان عرفنا شو اللي ممكن يصير هناك وشون ممكن نقلل الخسائر. الخسائر كبيرة، تكون جدا كبيرة لما تكون القضية غير مهيئة لها. احنا نتكلم على تغير مناخي يحصل خلال سنة أو سنتين قادمة، يجب أخذ بنظر الاعتبار. هذه قضية جدا مهم مراعاتها. أختم الحلقة هاي الحقيقة بالإشارة إلى هذا البحث. هذا البحث من يعني كان المفروض أشير له بالحلقة الماضية، يتحدث عن نظرتي الرؤية مالتي للواقع الحالي والمستقبل للطاقة المتجددة في عمان، ونظرت به إلى العشرة أو 20 سنة القادمة. والحقيقة كثير من النقاط اللي ذكرت في هذا البحث أنا أنصح إنه قراءته، اللي هو عنوانه Renewable Energy in Oman Status and Future Prospects، ونشر في الناشر Elsevier في مجلة Renewable and Sustainable Energy Review اللي هي واحدة من أهم المجلات في التخصص. أنصح الأعزة إنه يطلعون عليها ويشوفون كثير من النقاط اللي ذكرت في هذا البحث الحقيقة في 2011 تحققت كواقع حال. والحقيقة هذا البحث مبني على تجارب الدول الثانية اللي بدأت قبلنا في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بشكل عام. أكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذه الحلقة، ولنا لقاء إن شاء الله لقاءات أخرى. تحياتي، دمتم بخير.